وصلنا هذا الفاكس. يقول السائل: ما حكم شراء منزل لي ولأولادي عن طريق إحدى المؤسسات مع العلم بأنه تم دفع عربون باسمي إلى المؤسسة؟ إذا اشتروه وتملكوه، المؤسسة تملكته أو هو في ملكها من قديم ثم باعته عليك، فلا بأس بذلك لك أو لذريتك. المهم أن يكون البائع مالكا للمبيع قبل العقد معك، فلا بأس بذلك. تشتريه منهم بثمن حال أو بثمن مؤجل أو مقسط، لا بأس بذلك. أحل الله البيع وحرم الربا. نعم.